يلا بينا نبدأ الاستماع والفضفضة. يلا بينا. حلقة النهاردة حلقة مختلفة تماما، يعني هي حلقة النهاردة عارف زي ما تكون كده بتقول ايه، واحنا بنقرب من نهاية رمضان وكويس ان احنا مش ليلة فردية، فعايز تقول رسالة، رسالة للناس بعد رمضان. الناس تعبانة يا أولاد، والله الفضفضة دي حاجة مهمة جدا في الحياة ولها علاقة بالحب. ما أنا مش هفضفض إلا لو بحب، وأنا ربطتها بمنزلة الحب بطريقة أسأل ربنا أنه هو يكون وفقني فيها. أنت يا رب أودعت فينا صفة الحب، كل ما تحس أن صفة الحب موجودة جواك اوعى تضن بيها، اوعى تبقى بخيل. ليه؟ يعني إيه أبقى بخيل؟ معنى أن صفة الحب جواك أن ربنا مديها لك، طلعها للناس، طلعها للناس، طمنهم ان هم يحكوا، طلعها للناس حتى لو ما فضفضوش، اديهم الاحساس، انكشهم بالمصري احساسهم بالامان ان هو يحكي، وتبقى بتعمل كده من باب شكر النعمه، نعمه الحب. وفي نفس الوقت العواطف اللي جواك من شكر النعمه انك تفضفض، لأنك لو ما فضفضتش ولجأت للكتمان هتتعب أكتر وحياتك هتبقى أسوأ. فهي طرفين، استماع وفضفضة، وانت بتعمل الحاجتين، انت بتسمع كتير ومش كفاية انك تسمع ولازم تفضفض كتير، وهو بيفضفض كتير بس مش كفاية انه يفضفض، لازم يسمع كتير. فهي صفتين جوه كلمة شكر النعمة بتاعت الحب، ودي الفكرة بتاعتي اللي أنا جاي أقولها، أن من الفهم عن الله أشكر نعمته. والحب يفضل كلام لغاية ما يتحول لود، زي ما احنا عارفين ربنا سمى نفسه الودود، ما سماش نفسه الحبيب، لأن الحب عند الله يتحول إلى فعل. إن الله إذا أحب عبدا، مش كفاية، نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه يا جبريل، فيحبه جبريل، فينادي جبريل، هو كمان جبريل لا يكتب الحب، يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، يا بخته ده اللي ربنا بيحبه. ثم يوضع له القبول في الأرض، دي أفعال كلها، كل دي أفعال، إعلان ثم فعل. إذن أنا بحب، فين بقى الفعل؟ فين الود؟ فين طب والود يتحرك ازاي؟ استماع وفضفضة. فالقاعدة 25 للفهم عن الله بتقول الحب لا يكون ودا إلا بالاستماع والفضفضة. أشكر نعمة ما أودعه الله فيك من حب بالفضفضة والاستماع. واضحة؟ طب تعالوا نعيش معها بقى شوية. المصايب بتتراكم ازاي؟ بالكتمان. يعني هو عليه دين 1,000,000 جنيه، كويس، ومخبي، وهو فاكر ان هو هيحل الموضوع. طب اتكلم مع حد، اتكلم مع مين؟ يا حد مستشار، حد بتحبه وتثق فيه. اوعى تفضفض لحد لا تثق فيه او لحد ما بيحبكش، ما تفهمش كلامي غلط، اوزن كمان. طيب ما فضفضتش، بعد سنه 1,000,000 هيبقوا 10، لان علم النفس الايجابي بيقولك الانسان عند المصائب بيفقد 60% من قدرته على التركيز والابداع. في حاجه في علم النفس الايجابي اسمها الدارك نايت تشوك، ان يحصل لك مصيبه في ليله سوداء، مصيبه الليله السوداء، دارك نايت تشوك. ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان تجي لك مصيبه ولا كانت على البال ولا على الخاطر، مفيش تمهيد. كلنا بيحصل في حياتنا حاجات مشابهة لكده. لما بتيجي الحكاية دي الإنسان بيفقد رؤيته على القدرة، ده علم النفس الإيجابي. فبيقول لك إيه؟ بيقول لك ممكن يبقى قدامه حلين، يا ما عندوش رصيد من محبة الناس أو الصلة بقوة روحية، الصلة بالله، فممكن يفقد كل قيمه في الليلة دي وينهار ويفقد قيمه، يعني يغير قيمه. يا إما وفي ناس بتوصل للإلحاد يقولك أصل أنا ساعة ما ماتت أمي، يا إما عنده قوة روحية صلة بالله وتوكل وتسليم، وعنده حد يفضفض له، من أول الفضفضة إلى الله سبحانه وتعالى، الشكوى إلى الله عبادة، لغاية الفضفضة إلى البشر. فنتائج الكتمان وخيمة لدرجة أن طبيا من نتائج الكتمان تدهور في الحالة الصحية. لازم تحكي،
لازم تطلع اللي جواك. واحيانا نقول ده ابني فجأة شرب مخدرات، ده هي طلبت الطلاق فجأة، ده هو خسر فروقه فجأة. مفيش حاجة اسمها فجأة، في مقدمات، بس انت ما كنتش شايف المقدمات لان لا هو كان بيفضفض ولا انت كنت بتسمع. فاهمين الفكرة يا شباب ويا بنات؟ لازم تفضفض لابوك وامك، لازم تحكي، انت قافل على نفسك، لازم تتعلم فن الفضفضة. ده فن، وده من شكر نعمة، شكر نعمة ربنا ما أودعه جواك وجواهم من عاطفة الأبوة. صهما بيسمعونيش، أصلا مش عايز أحملهم مشاكلي. ده كلام غلط، ده كلام وحش، ده كلام من الشيطان، ده مش فهم عن الله. لازم تفضفض، لازم تحكي قبل ما يفوت الأوان. أعرف شاب هو علاقته بأمه، هو أمه متطلقة عن أبوه وهو عايش مع أمه هو واخته، فأمه طول النهار في الشغل وبتسعى على رزقهم، فهو مش عاجبه أمه من الآخر كده، من عكيشة وزنها زايد، مش عجباني. لغاية ما ماتت أمه، لما ماتت أمه عمره ما اتكلم معاها، عمره ما فتح لها قلبه، عمره ما قعد معاها، عمره ما فضفض. لما ماتت لقى الناس في العزا جايين بيسلموا عليه، اللي يسلم عليه ويقول له أمك كان بتشتغل ورديتين عشان انتوا تاكلوا، اللي يسلم عليه ويقول له أنا تقدمت لأمك بس هي رفضتني عشانكم، اللي أمه يقول له أمك ما كانتش بتعمل في الشغل غير إنها بتحكي عنكم. فبيقول بعد العزا روحت البيت وحطيت صورتها قدامي، قلت لها أنا ما عرفتكيش، كان نفسي أعرفك ما لحقتش أعرفك. ليه يا شباب تحط نفسك في حاجة زي كده؟ ليه ما تقعدش مع أمك وتقول لها تعالي نحكي مع بعض، احكي لي يا ماما أخبارك إيه؟ وليه ما تحكيش أنت؟ ليه ما تقعدش مع أختك؟ ليه ما نتكلمش مع بعض؟ ليه ما نفتحش قلوبنا لبعض؟ ليه ما بنحكيش؟ ليه قافلين على نفسنا الأبواب وإحنا اللي تعبانين وأهالينا نفسنا، ده هم خلفونا عشان نتكلم معاهم. أنتوا فاهمين البر غلط وفاهمين الإحسان غلط، وبالوالدين إحسانا إنك تصاحبهم وتتكلم معاهم. ليه تقفل على نفسك؟ فضفض فضفض يا ولاد يا بنات، وأنتم يا أباء ويا أمهات، بنتك لو ما لقيتش الحضن في البيت هتدور عليه بره البيت، بنتك لو ما لقيتش حد بيسمعها جوه البيت هتدور معاه عليه بره البيت. يا اباء انت مش شغلتك تجيب فلوس بس، انت شغلتك تصاحب ولادك. اعرف طفل صغير ابوه بيشتغل زي الطاحونه ليل ونهار، والولد شايف ابوه ما بيقعدش، الولد يعني بريء جدا، راح لبابا قال له يا بابا هو انت بتاخد كام فلوس في الشغل؟ قال له باخد كتير يا حبيبي. قال له يعني بيدوك في الساعة قد إيه؟ قال له بيدوني في الساعة $50. الولد سببه مشي، راح يحوش عشان يشتري من أبوه ساعة، وراح لأبوه قال له بابا أنا جبت لك $50 من مصروفي عشان تقعد معايا ساعة. حرام، إحنا فاهمين غلط. أما ربنا عامل لنا ده، إحنا مش فاهمين عن الله خالص. يقول النبي لا يزال الناس بخير ما عجلوا بفطر. ليه عجلوا بفطر؟ عشان يقعدوا مع بعض. عارف لو النبي قال مش لازم تفطروا ساعة الأذان، أنا عايز أفطر 9 وأنا هفطر مع أصحابي 11 وأنا هفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا بفطر. ليه يا رسول الله؟ حتى رمضان مش فاهمينه وما استفدناش منه.